الواد الجميلة دي علشان خاطر شعري الجميل ده. دي طلعت كمان اللون اللي بحبه قوي، اللي بحبه قوي، اللون الورد البينك. شعري جميل قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا تمام. قبل ما نبدأ الفيديو لازم دلوقتي تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من روزلاند. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عن الاكسسوارات الشعر او ادوات الشعر زي ما انتم بتقولوا. وطبعا عشان اهتم بشعري اللي لونه وردي في البنفسجي، انا هعمل لكم ريفيو وكمان ههتم بشعري شويه. جميل قوي. بص بقى، الاول حلوين ال اسمهم ايه، حلوين الفيونكتين دول، حلوين. خدوا السكرين بقى. النهارده ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عن ادوات الشعر، وطبعا معانا ادوات الشعر اللي هي، بصوا هي اللعبه دي جميله. اول حاجه خليني اشرح لكم عنها. اللعبه دي جميله ومسليه، ويعني ايه مفيده، هقول لكم مفيده في ايه. خليكم الاول ماشيين معايا واحده بواحده وانتوا هتفهموا. بس قبل ما نبدا الفيديو او اشرح لكم الاكسسوارات الشعر دي لازمتها ايه، متنسوش تعملوا ايه اللايك والاشتراك في القناه. بصوا بقى، اول حاجه معانا في الحاجات الجميله قوي ديت معانا اللي هي نظاره. بس نظاره يعني ايه، مثلا انت ممكن تلبسيها، هي نظاره بلاستيك، ممكن تلبسيها تصوري بيها اكسسوار، تصوري بيها يعني مش نظاره حقيقيه تخرجي بيها بره، لا انت ممكن مثلا لو في عيد ميلاد في فرح تلبسيها تصوري بيها. وبص بقى المفيد، ايه هو بقى المفيد الجميل ده؟ ده اللي هي الكرات اللي احنا بنحطها على شعرنا كده، كليبسات كده بنحطها على شعرنا من تحت، ونفضل نلفها لغايه ما نوصل فوق، ونسيبها بقى طول الوقت، وفي اخر الليل نيجي بقى نشيلها كده من شعرنا، نلاقي شعرنا بقى ايه ملولب كده زي دي. شايفه الموجه دي؟ الموجه مش مفروض، لا ملولب كده. شايفين بقى الجمال ده؟ شايفين هي بلاستيك بس ممكن تعملي بيها عادي. وده طبعا للاستشوار، بس ده طبعا مش حقيقي، ده تلعبي بيه انت وعروستك الاستشوار الشعر، تنشفي بيه شعرك لو كان مبلول. ده طبعا المشط، ممكن برضو تسرحي بيه شعرك، بس يعني مش تسرحي بيه شعرك كل يوم، لا ده حاجه كده بتلعبي بيه، ممكن تسرحي لعروستك، عندك عروسه صغيره كده حلوه ممكن تسرحي بيها. ودي طبعا دي طبعا توكه تحط في الشعر بس بلاستيك. التوكه شايفين بقى العصايتين الطوال دول، تمسكوا التوكه كده من فوق وتحطوا العصايتين دول في شعركوا كده. شايفين العصايتين دول؟ تحطهم في شعركوا كده، بتدي شعر، بتدي كده منظر جميل شكل الفراشه. ومعانا طبعا مرايه، بس طبعا مرايه مش حقيقيه، كده وكده يعني، كده وكده، كده وكده. ومعانا طبعا ايه تاني، دي كليبسه، كليبسه بقى عاديه زي اللي احنا بنشتريها من بره، اللي هي الكليبسه اللي احنا بنفتحها ونحطها كده في شعرنا، دي جايه بالظبط. ومعانا طبعا ايه المقص، علشان لو حابين نقص شعرنا نعمله كاريه كده جميل، جميل قوي. ومعانا طبعا اللي هي البنسه الصغيره ديت، شايفينها؟ شايفين البنسه الصغيره دي؟ منظر برضه، بس هي مقلوبه اتقلبت. ودي برضو توكه، شايفين التوك قد ايه؟ توكه برضو كلبسه. ودي برضو ما نشوفها ايه كده، دي برضو توكه، دي برضو توكه. شايفين يعني مفيده وكمان تلعبي بيه. ودي طبعا غويشه، شايفين الجمال بقى، بينج هادي وبينج مش هادي. الحاجات دي ممكن نعمل بيها ايه بقى؟ تعال ما نشرح الحاجات دي كلها نعمل بيها ايه. النضاره زي ما قلنا تلبسيها
زي ما قلنا تلبسيها تصوري بيها ماشي، ودي زي ما قلنا تمسكيها كده تحطها هنا كده تبتدي تلفي تلفي تلفي، وفي اخر النهار تيجي وتلاقي شعرك ملولو كده. ودي التوكة. ايه ده انا اكتشفت توكة كمان كده، شايفين التوكة الكلبسة اللي انا قلتلكوا عليها ديت اللي هي مقلوبة، طلعت هنا كمان زيها، هي شكل دي هي اللي هنا بس دي مقلوبة، شفتوا بقى الجمال. ودي طبعا برضو تحطوها في شعركوا، ودي طبعا برضو تحطوها في شعركوا من الحتتين الكبار دول كده. وزي ما قلنا المراية نشوف بقى شعرنا كده حلو ولا مظبوط، مظبوط ولا مش حلو. ودي طبعا التوكة برضو كلبسة، كلبسة برضو جميلة قوي. ودي طبعا برضو كلبسة، ودي طبعا كلبسة زي ما قلنا هنا برضو اللي هي ديت. وهنا المراية نشوف بقى شعرنا كان حلو ولا مش حلو، كان حلو ولا مش حلو. دي طبعا الجواشة اللي نلبسها في ايدينا، دي طبعا الجواشة اللي نلبسها في ايدينا، ودي طبعا المقص نقص بقى شعرنا، ودي طبعا التوكة نحطها في شعرنا، دي طبعا الجواشة اللي نلبسها في ايدينا. الله حاجات جميلة والله، حاجات جميلة، حاجات جميلة والله. طبعا زي ما قلت لكم ان المكونات دي كلها البنوتة كلها بتحتاجها، زي مثلا النضارة، اكسسوار كده تلبسها تتصور بيها، دي طبعا من البنت بتحتاجها، من البنت اللي بتحتاجها الاستشوار، والمراية والغواشة والتوك والمقص والشمشط وكله كله بقى. يلا بقى ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ايه، من روزلاند. باي باي. Thank you.